أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الإسلام. كما وعدتكم سوف نتحدث اليوم في موضوع مهم جدا، وهو فك رموز لغة القرآن. أنا أستخدم هذا المصطلح فك رموز لغة القرآن لأن فيه عالم ألماني من أصول شرقية اسمه كريستوف لوكسمبرغ، كتب في سنة 2000 كتاب باللغة الألمانية. أنا شخصيا حين قرأته قمت بتشبيه هذا العالم بالعالم الفرنسي شامبليون، الذي جاء مع الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798 وقام بفك رموز اللغة المصرية القديمة وشرح لنا تراث الفراعنة، اللي هو ما حدش من مصر قبل كده كان فاهم، فهو لما وجد حجر رشيد وحلله قام بفك هذه الرموز. العالم لوكسمبرغ عمل نفس الشيء مع لغة القرآن. أنا شخصيا كنت صغير وكنت أحفظ القرآن، وكان فيه كلمات كثيرة جدا مبهمة علي لا أفهمها، ولم يشرح ولم أفهمها من شرح المفسرين، ولكن عندما شرحها لوكسمبرغ في كتابه بدأت أفهم أصلها بالضبط. لوكسمبرغ اكتشف أن في حوالي 25% من كلمات القرآن مبهمة أو غامضة، أو أساء المفسرون تفسيرها لأنهم لم يفهموا جذورها السريانية والآرامية. كتاب القراءة السريانية الآرامية للقرآن صدر في ألمانيا كما قلت سنة 2000، وكان بمثابة تسونامي أو فيضان كبير وزلزال كبير في عالم الأبحاث العلمية المتعلقة بالقرآن، لأنه رج كيان الدراسات القرآنية التقليدية، ويعني تحدى علماء اللغة وعلماء التاريخ وعلماء الإسلاميات في سرديتهم التقليدية، إن كيف نشأ الإسلام ولغة القرآن والمقصود بكلمات القرآن. ما زال معي في الاستوديو الأستاذ محمد المسيح، وهو طبعا عمل لفترة كمساعد للدكتور لوكسمبرغ، وسيكون معنا على الهاتف بعد فترة الدكتور إبراهيم مالك، وهو خبير في اللغات الشرقية وقرأ ودرس كل ما كتبه لوكسمبرغ، وطبعا يجيد اللغة السريانية وسوف يساعدنا. أستاذ محمد المسيح، نعم، العالم لوكسمبرغ عمل انقلاب في يعني دراسات الإسلامية ودراسات القرآنية. قوبل من بعض العلماء بحفاوة شديدة ومن بعض العلماء بعداء شديد. نعم. جدا. هو اكتشف بعض الكلمات في القرآن إن لها أصول آرامية سريانية. نعم. وأول كلمة اكتشفها هي كلمة قرآن. نعم. نفسها. نعم. إنها لم تكن كلمة عربية ولكن. نعم. لها أصل سرياني آرامي. ما أصل كلمة قرآن؟ نعم، هناك بعض المصادر الإسلامية نفسها بتقول أنه كلمة القرآن ليست من جذر كلمة قرأة، ولكن هي من جذر كلمة سريانية لمعناها أو تنطق قريان. قريان. نعم. وكما نعرف أن الخطوط القديمة كالخط الحجازي والخط الكوفي ليست لا توجد بها همزة. نعم. فالهمزة هي من ابتكار واختراع الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني للهجرة. نعم. فحتى لو افترضنا أن أنها كلمة عربية، فالمفروض أن تقرأ قرآن. فبإرجاعها للغة الأم اللي هي اللغة السريانية، فمعناها كتاب أو كتاب القراءات البيعية، بمعنى الكتاب الذي تقرأ منه نصوص داخل الكنيسة، نصوص من الكتاب المقدس، كتاب الصلوات. تجميعة. نعم. للصلوات ونصوص من الكتاب المقدس يستخدم في الكنيسة. نعم. معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم مالك. حضرتك يا دكتور إبراهيم قمت بدراسة كل ما كتبه كريستوف لوكسمبرغ، وحضرتك يعني
مقرب له. الدكتور لوكسمبرغ طبعا يرفض الظهور على أي قناة إعلامية والإدلاء بأي تصريحات صحفية طبعا، لأن حياته في خطر ووضعه لا يسمح طبعا بعد صدور كتابه. ممكن حضرتك يا دكتور إبراهيم تشرح لنا يعني بداية ما علاقة اللغة العربية باللغة السريانية؟ كيف جاءت هذه العلاقة؟ اللغة السريانية والآرامية والعربية لغتين شقيقتين، نعم، وهي تنتمي إلى من جملة اللغات اللي سموها الألمان السامية، اللغات السامية. طبعا تعبير ما ألوش أصول تاريخية، وإنما استعملوه الألمان ووافقوا عليه، سموه يعني مجموعة اللغات السامية قريبة من بعض. نعم. فاللغة العربية في بنميز بين العربية الجنوبية، نعم، اللي هي اللغة القحطانية، واللغة العربية الشمالية اللي هي العربية اللي بنعرفها اليوم. نعم. بيسموها العربية الشمالية. نعم. العربية الشمالية تدل على أنه انوجدت في إطار اللغة الآرامية السريانية المنتشرة في كل الشرق. نعم. والمعروف أنه اللغة الآرامية فيها كتابات سابقة للعربية بألف سنة. نعم. قبل يعني الهجرة. نعم. فطبعا بما أنه بنعرف أنه القرآن هو أول كتاب عربي كتب. نعم. ما بنتكلم عن النقوش، وإنما ككتاب أول كتاب عربي كتب هو القرآن الكريم. نعم. فإذا بنتساءل شو كانت اللغة الأساسية، شو كانت أي لغة كانت، فهي كانت اللغة طبعا الآرامية المنتشرة، وأهل العلم اللي كانوا دارسين المثقفين كانوا مثقفين في اللغة الآرامية، حتى العرب كانوا يجيدوا الآرامية ويستعملوا كمان اللغة الآرامية في الكتابات. يعني وقت نزول القرآن مطروح، طالما كانت اللغة الآرامية هي المنتشرة فمفروض طبعا بطبيعة الحال كانت هذه العربية مؤثرة باللغة الآرامية وبالأخص الكتابية. نعم. لأنه بما أنه ما كانش فيه لسه لغة عربية كتابية، نعم، كان يلي بيكتب مفروض أنه يكون له علم ليقدر يكتب، فبطبيعة الحال معذرة دكتور، يعني تلخيصا وقت نزول القرآن ما كانش فيه لغة عربية مستقلة بذاتها كتابيا علشان تدون هذا الكتاب نعم كتابيا هذا المقصود فيه. اللغة كانت موجودة طبعا، ولكن مش كلغة كتابية. مش كلغة كتابية. نعرف طبعا أن كان في بعض النقوش الشمالية موجودة مثل قبر امرؤ القيس وبعض النقوش النبطية، ولكن لم تكن كافية لتدوين نص أدبي معقد مثل القرآن. أين طيب يعني كتابيا فهمنا العلاقة ان الخطوط والخط الخط الحجازي، بعد ذلك جاء الخط الكوفي، وكان فيه الخط السورياني السترانجيلو او سطر انجيلو، وسمعنا عن شيء اسمه الخط القرشوني. ممكن تشرح لنا يا دكتور ما هو الخط القرشوني؟ الخط القرشوني هو مجرد الخط السورياني، نعم، اللي استعملوه لكتابة العربية. يعني وقت اللي السريان أصبحوا بعد القرن السابع الهجري، وقت اللي انتشرت اللغة العربية، نعم، أصبح مجموعة كبيرة من السريان المسيحيين يتكلموا العربية، نعم، فكتبوا لهم، ابتدوا السريان أن يكتبوا اللغة العربية، نعم، بالخط السرياني. وهذا الخط السرياني العربي المكتوب بالخط السرياني نسميه كرشوني. طب هل كان هذا الخط الكرشوني أو القرشوني موجود في القرن السادس أو السابع، يعني وقت كتابة القرآن؟ ما عناش بالحقيقة، ما فيش عنا مخطوطات من هذا التاريخ، نعم، ولكن أنا أعتقد كان موجود. كان موجود، ويعني يمكن التزاوج بدأ من هذه الفترة، أن اللغة العربية كانت موجودة كلام، ولكنها لم تكن موجود حروف وتشكيل وتنقيط، فاستعانوا بالخط السرياني لكتابتها، وهكذا دخلت بعض الكلمات السريانية في القرآن. نعم صحيح، أنا أعتقد أنه حتى لو كانوا عرب كان في مسيحيين عرب يجيدون اللغة الآرامية، وطبعا الخط الآرامي هم ابتدوا يكتبوا العربي استعملوا الخط السرياني لكتابته، وهذا سموه الخط القرشوني أو الكرشوني.
طيب فهمنا الخطوط، تعال يعني ندخل إلى الكلمات يا دكتور. سمعنا من الأستاذ محمد المسيح كلمة قرآن، وهذا مثال من أول الأمثلة التي يستخدمها كريستوف لوكسمبرغ في كتابه. هل في كلمات أخرى يعني من القرآن ممكن تشرحها لنا من أصل السرياني وأسيء فهمها من لدن المفسرين المسلمين؟ نعم، أولا تصحيح صغير بالنسبة لكلمة القرآن. نعم، وأشار لوكسمبرغ في كتابه أنه أول واحد اكتشف أصل السرياني هو تيودور نيلدك. نعم، اللي كتب تاريخ القرآن. نعم، لكن أعطاه حق، ولكن شرح كمان شرح تفاصيل لأي غرض نستعمل هذا الكتاب. نعم، طبعا بالنسبة للتعابير الأساسية في القرآن الكريم، أولا ما عدا كلمة القرآن يعني تسمية الكتاب القرآن. نعم، السورة. نعم، يعني الفصل، الفصل القرآن اللي سموه سورة، لأي سبب سموه سورة. نعم، تعبير سرياني هو مرادف للرسم، رسم بمعنى المكتوب. الصورة يعني، والتعبير السرياني الأساسي هو صورة، صورات كتابة يعني صورة الكتاب. نعم، يعني بصورة الكتاب نص الكتاب، نص. نعم، النص نفسه. نعم، ولذا بما أنه السورة هي نص مكتوب يعني، فطبعا اتخذ هذا التعبير السرياني للتعبير عن الفصل في داخل القرآن، فهذا كمان تعبير سرياني الأصل. نعم، تمام. هم حاولوا هون المستشرقين لأول عدة شروحات منهم اللي قالوا أنه سور، لأنه الطبري بيقول أنه لأنه كلام الله مصور مثل داخل سور، لكن هذا كله تخمينات ما لها شو اسمه أساس لغوي تأويلة. في كلمة ولا تاريخي، لأنه تاريخيا وحسب التعبير السرياني تعني النص، نص الكتاب المقدس هو السورة. في كلمة يا دكتور يعني أنا شفتها برضو في كتاب الدكتور لوكسمبرغ، وأنا فعلا هذه من الكلمات اللي كانت مسببة لي مشكلة حتى قبل ما أرى كتاب لوكسمبرغ، وهي كلمة الفرقان، وهي كلمة يعني ترد في القرآن في أكثر من موضع. الموضع الأشهر هو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هنا كل المفسرين أجمعوا أن الفرقان هنا يعني القرآن، وعبده تعني النبي محمد. ماذا يقول كريستوف لوكسمبرغ عن الفرقان، وما هو مصطلح الفرقان، وما هو يعني معنى الفرقان في مش بس اللغة السريانية ولكن أيضا في اللاهوت السرياني؟ ألا بغض النظر عن لوكسمبرغ، أنا أعتقد نعرف الكلمة دارجة عند السريان. نعم، الفرقان هو الخلاص. نعم، الخلاص من خلاص النفوس. نعم، والمسيح نفسه بيقولوا عليه يعني في المعتقد المسيحي أنه أرسله الله للفرقان لخلاص العالم. نعم، ولذا اسمه كمان الفاروق. نعم، الكلمة فاروق البشرية، فرقان الكلمة يعني الكلمة فاروق يعني الكلمة الكلمة مخلص البشر. الكلمة السريانية التي يستخدمها السريان لكلمة الفرقان هي هل فرقان أو كيف تنطق بالسريانية؟ فرقانة بالآف الآخر الكلمة، وهو دلالة على مثل قال التعريف عربيا، بيبقى الآف في آخر الكلمة هي الدلالة، يعني هي ها هي. نعم، اسم إشارة بالأساس، فرقان ها تلفظ فرقانا. نعم، وقت تعرب الكلمة نحذف الآ تصبح فرقان. يعني احنا لو نزيد عليها الآ بيصير الفرقان. إذن لو احنا حنقرأ الآية من وجهة نظر سريانية حتبقى تبارك الذي نزل الخلاص على عبده. نعم، صحيح. ما فيش كتاب مقدس أو شيء، هي معناه الخلاص، واحنا عارفين طبعا أن الخلاص هو مفهوم مسيحي، بالإنجليزية يقولون redemption أو salvation، ويقولون بالألمانية erlösung. أيوة صحيح. فهو بالألمانية erlöser يعني الفاروق. الفاروق، إذن المسيح بالسريانية هو الفاروق. فاروق، نعم. نعم، فاروقة. فاروقة يعني فاروقة، الكلمة الأصلها فاروقة، يعني فيه فرقان. نعم، وفاروقة. تمام. خليك معنا دكتور، نستكمل الحديث مع الأستاذ محمد المسيح، وسنعود لحضرتك بعد قليل لاستكمال بعض الأمثلة من كتاب لوكسمبرغ. نعم، إذن أستاذ محمد المسيح، الفرقان مصطلح مسيحي، مفهوم
لاهوتي نعم. مسيحي معروف عند السريان حتى قبل لوكسمبورغ. طب هذا يحطنا أمام أزمة كبيرة جدا، إن إحنا بنقرأ آية من القرآن ومش عارفين معناها إيه، نعم. ونخمن إن معناها إن سبحان الذي نزل القرآن على عبده، وإن عبده هنا يبقى سيدنا محمد، لكن نعم. سبحان الذي نزل الخلاص على عبده بتخلي عبده هنا بتكون قصة تانية خالص. إذا نعم. النص القرآني هنا أسيء فهمه تماما. في أمثلة كثيرة يعني ذكرها العالم الألماني لوكسمبورغ في الحقيقة يعني تخرج المسلمين من مأزق. أنا لاحظت وأنا بقرأ الكتاب الرجل لا يهاجم القرآن، بل بالعكس يعتبره تراث مسيحي مشترك. إسلامي مشترك، نعم. وبيتعامل معه بمحبة وحتى يعني تقديس، بتقديس وأنه هو حتى عايز ينقي القرآن نعم. من المفاهيم الخاطئة. من أبرز الأمثلة اللي هو بيستخدمها كلمة حور عين، نعم. ويقول أن يسيء فهمها تماما، لا علاقة لها بحريات الجنة ولا بالنساء، وإنما لو رد الكلمة إلى أصلها السرياني هتبقى معناها أبيض، العنب. هتبقى عنب أبيض، العنب الأبيض، نعم. إذا يعني ما في 72 حورية بالجنة، نعم. ولكن العنب الأبيض، وحتى يعني قال كواعب أترابة. لا إحنا طبعا المفسرين بسم الله ما شاء الله خيالهم الجنسي كبير جدا ومتسع، نعم. والمسلمين عايزين يصدقوا هذا الكلام، إن كواعب أترابة معناها نساء ممتلئات الصدر. نعم. فإذا هو بيخلصنا من أزمة. نعم صحيح، بيخلصنا من أزمة. لماذا هذا الخوف ويعني البعد عنه؟ يعني الغرب ترجم كتبه وبيبني عليها نظريات في تاريخ الإسلام، وإحنا في البلاد العربية بنحاول نتجاهل هذا الباحث ليه؟ نعم، هو تعودنا كعرب ومسلمين أننا نأخذ بما هو تراث وبما هو والتواتر دون أن ندري هل ما يقال هذا صحيح أم غير صحيح. ولكن الدكتور لوكسمبورغ يعني أنه أعطى دراسة علمية يعني على أساس علمي وليس على أساس عقائدي، وبالتالي فعلا قد أخرج الفكر الإسلامي بصفة عامة من ورطة كبيرة، وهي كما حضرتك ذكرت موضوع الحور وأن في الجنة هناك نساء. ولكن بالنسبة للحور كعنب، عنب أبيض، والعنب الأبيض هو رمز للحياة الأبدية، نعم. عند المسيحيين، ولهذا استعمل هذا الرمز في القرآن كدليل على الأبدية. ففي بعض اللوحات مثلا في دير واد النطرون في هناك صورة لأبونا إبراهيم، نبي الله إبراهيم، وهو يعطي للمؤمنين العنب الأبيض على أساس أن دول المؤمنين يعني يأخذون الحياة الأبدية. وحتى في القرآن نفسه في أكثر من موضع يتكلم عن يعني الجنة اللي فيها أعناب ودانية قطوفها. نعم. دكتور إبراهيم مالك، يعني هل دكتور معنا لسه على الخط؟ نعم 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 دكتور، سمعنا الكلام. دكتور لوكسمبورغ بيخرج المسلمين من مأزق ان القرآن كتاب يعني بيوصف علاقات جنسية، وان الله يكافئ المؤمنين في الجنة بنساء وبحوريات وكواعب أترابة. كيف ترى هذا التحليل خاصة الحور العين؟ وفي موضع آخر عايز حضرتك برضو تشرح لنا. ممكن دقيقة بس أرد على التليفون جاي لكم دقيقة بس. طب تفضل يا دكتور. طب نرجع للدكتور محمد، أستاذ محمد المسيح.
هو لوكسمبورغ مش بس تكلم عن العنب الأبيض، ولكنه اتكلم عن وما ملكت أيمانكم. نعم. وقال يعني هو نفسه الرجل بيقول حاشا لله وحاشا للقرآن الكريم ان هو يقول للمسلمين ان فيه جنس في الجنة وفي نساء تنتظركم في الجنة، هذا مفهوم بشري يعني مش إلهي. وحتى وما ملكت أيمانكم فسرها باللي هي الزوجة الشرعية مش ملك اليمين. نعم. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهنا يعني يقصد بالواحدة أو ما ملكت أيمانكم بمعنى وما ملكت أيمانكم كتفسير، أي ما ملكت أيمانكم. وملكت اليمين هي اللي اتكتب عليها العقد، أو هي اللي أعطي عهد بالزواج بها، يعني المرأة الزوجة. نعم. بكل بساطة. نعم. ولكن في استثناء بالنسبة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. فهنا استثناء في اليتامى، في اليتامى وخاصة بالنسبة للأرامل، فالأرملة هي كذلك يتيمة الزوج. نعم. فبالتالي يعني تحتاج إلى معين، تحتاج إلى من يساعدها في تربية الأطفال. فالقرآن يعطي حق للشخص الرجل القادر أن يتزوج وأن يساعد هذه العائلة. نعم. فأعطاه هذه الحقية أنه يتزوج بواحدة واثنين وأكثر. إذن فموضوع الزواج في من وجهة نظر قرآنية بقراءة لوكسمبورغ غير مفهوم الزواج عندنا اللي مثنى وثلاثة ورباع، إن أربع زوجات ده شيء طبيعي جدا، إن بس في استثناء واحد فقط في حالة اليتامى. نعم. إن يكون فيه يعني استثناء، ولكن أو ما ملكت أيمانكم وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أو هنا معناها أي أي يعني للتوضيح. للتوضيح. نعم. يعني هي نفس الشيء. نعم. مش إن هو بيقول وما ملكت يعني الزوجة شيء وما ملكت أيمانكم شيء، لا، خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبالتحديد هي التي عاهدتم، التي عقدتم عليها الأيمان. نعم. التي صحيح. عقدتم عليها الأيمان اللي هي اللي أنتم تعاهدتم أن أنتم تتزوجوا. طب فيه آية تانية وأنا بقراها مش عارف إذا كان الدكتور إبراهيم مالك رجع لنا ولا لأ على ال... نعم. طيب يا دكتور، ممكن نستفيد شوية في موضوع الحور العين وما ملكت أيمانكم، معنا أربع دقائق ونريد تحليل لهاتين الآيتين، يعني اللي هم يعني شرحهم واضح جدا من منظور إسلامي. دكتور لوكسمبورغ بيقول لا، حور عين يبقى عنب أبيض. طب إزاي عنب أبيض والقرآن حتى في آية تانية بيقول وزوجناهم بحور عين؟ يعني واضحة هي، ما في حد هيتجوز عنب؟ لوكسمبورغ منطلق من المخطوطات القديمة. نعم. اللي كل واحد ممكن يعني يستشهد فيها انه ما كانش فيه نقاط طبعا، فاعتبر انه النقط يلي ما فهم النص، يلي ما فهمش النص ممكن يكون حاطط نقط غلط خطأ. نعم. فالاعتقاد بأنه في اللي بيسموه تواتر، هذا مش شيء إجباري بالنسبة للباحث. نعم. مفروض يشوف هو الأصل. وبحسب البحث اللغوي هو الدليل على إذا كان هذه النقط صحيحة أو مش صحيحة. طبعا لازم يأكدها بالمراجع العلمية. طيب خلينا ناخد كلمة زوجناهم. نعم. هذا يعني مصطلح معروف في اللغة العربية، كان موجود قبل الإسلام وموجود بعد الإسلام، وزوجناهم بحور العين. إذن فالمعنى هنا يعتبر واضح بالنسبة للشخص العربي اللي بيقرأ. كيف يكون التنقيط هنا سبب مشكلة؟ هو حسب لوكسون ما بيقول يلي ضيع شوي المفسرين العرب هو حرف الباء يلي جاي بعد زوجناهم بي، لأنه عربيا ما فيش تعبير ممكن تضيف عليه البي بدون زوجه بي، شيء واضح يعني بالنسبة للعربي. بالضبط. أما آراميا البي ممكن تعني أيضا بينها، فإذا لو بنراها بدون الزين بدون النقطة بتبقى روحناهم، أي روح أو ريح بنفس المعنى، روحناهم أو ريحناهم بي يعني بينها حور، والحور هي عبارة عن عنب أبيض.
إذن يعني بين العرائش يعني العنب الأبيض. طب روحناهم بالسريانية معناها إيه؟ روح بمعنى ريحة. ريحة. نعم. يعني نفس الكلمة العربية روح. حتى في اللهجات العربية روح عن نفسك مثلا. نعم. ريحني أو روح عن نفسك. عندنا الاثنين، عندنا ريحة وروحة. يعني حتى باللهجات العربية الحالية. يا دكتور عايز تقول لنا إن الآية اللي بتقول وزوجناهم بحور العين معناها أصلا وروحناهم أو يعني رفهنا عنهم بين يعني أشجار العنب، معناته سنريحهم. نعم. بين عرائش العنب. عرائش العنب. طب إذا ما معنى كواعب أترابة وكأسا دهاقة؟ يعني الموضوع كده واضح أنه كان زي حفلة في خمر. نعم. وفي نساء والدنيا مبسوطة وسيدات لمؤاخذة يعني صدرهم ممتلئ، فكواعب أترابة لوكسمبرغ حلها إزاي؟ أي أولا الجنة بحد ذاتها هو تعبير سورياني، الأصل جناء آرامية تعني سترة، يعني محل مستور. نعم. والمحل المستور بالذات هو اللي بيقولوا عليه الجنة، يلي هي العريشة ويلي عندكم في ما بتقولوا لها إيه؟ تكعيبة، بنقول في مصر على تكعيبة. نعم. العنب. لأنه التكعيبة بتبقى مدورة، يعني هي صح. زي الخيمة. نعم. بتبقى خيمة. نعم. العريشة عنب خيمة. نعم. بيقعدوا تحتها وبتسترهم من الحر من حرارة الشمس، بيبقوا يعني في مستورين، هذه الجنة. فإذا التعبير ده عمامو صارت تعبير يشمل كل الجنة، صارت اسمها الجنة. نعم. ولذا في القرآن جمع جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. يعني يا دكتور عدد احنا كبير من أهل الجنان اللي هي يعني عرائش العنب. وقت البرنامج انتهى يا دكتور، لكن طبعا واضح ان احنا محتاجين كذا حلقة مع بعض عشان نخوض هذا الغمار. أكيد سنلتقي بحضرتك في الحلقة القادمة ونستكمل هذا الحديث الشيق. أشكرك دكتور إبراهيم مالك، أشكرك أستاذ محمد المسيح. نعم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. تابعونا على برنامج صندوق الإسلام على الفيسبوك بوكس أوف إسلام وعلى اليوتيوب حامد دوت تي في. نراكم في الحلقة القادمة.